الأسباب كان في الأول كوفيد، وبعدين حملت وخلفت، فكنت عايزة أركز شوية في مع عيلتي، مع بنتي اللي هي لسه صغيرة قوي كمان، فما كنتش عايزة أسيبها. وصراحة أنا ده أول أسبوع بالنسبة لي أنا أطلع برا البيت، بقالي سنة ونص، فبالنسبة لي لسه يعني لسه تجربة صعبة بالنسبة لي شوية. يعني في الأول كنت عايشة لنفسي بس، وبعدين لما اتجوزت كنت عايشة يعني ليا وجوزي بس، احنا شباب وصغيرين مش عارفة. لا دلوقتي بفكر في حياة وتربية حد تاني غيري، يعني قبل ما أفكر في نفسي وأنا عايزة أعمل إيه بفكر في حد تاني، ودي أهم حاجة. يعني أن أنت تفكري في ناس حد تاني، يعني وحد تاني يعني لك كل حاجة في الحياة. يعني دلوقتي أنه قررت أقطع من البيت شوية قلت يمكن ممكن أرجع أشتغل تاني، فهو في الأول steps يعني أول خطوات. أنا كان عندي أغاني already كنت سجلتهم وعايزة أصورهم، وكنت ابتديت أصورهم، يعني ابتديت يعني في البروسس، وبعد كورونا وكده السنة الفاتت ما قدرتش، فهرجع تاني بقى أصورهم دلوقتي إن شاء الله. لا مش هكلم على تفاصيل الأغاني لغاية ما أجي أصور بقى، خلاص بقى لي سنة ونص في الموضوع.